لازم تطلع هون شو عملنا. جبنا الاوتبوت، احنا بالاول كنا جايبين الاوتبوت اصلا هيو اللي هو الليفل، وقارناه مع الديزايرد وطلع معي ايرور ودخلنا الايرور. وكيف الفازي لوجيك عرف مين الاول ومين الثاني؟ هو المالتيبلكسر بحافظ على الاوردر. اوكي، مش هدول التنين دخلوا في المالتيبلكسر؟ كيف المالتيبلكسر عرف مين الاول؟ ما هو الاول دخل هون، فلما المالتيبلكسر يوديهم بقول انه هذا هو الانبوت الاول. وهون شو ترجم هو الانبوت الاول؟ شو سميناه؟ ليفل. وهلا في عندي انبوت ثاني كمان راح يدخل في المالتيبلكسر، والمالتيبلكسر راح يخبر الفازي لوجيك انه هذا هو الانبوت الثاني. هون احنا ايش سميناه؟ ريت. بس احنا حتى سميناه ريت، احنا كان الاحسن نقول مثلا ريت اوف تشينج اوف ذا ليفل، اذا بدنا نكون حتى نكون واضحين. وقلنا بعدين هلا هون احنا بدنا نبدا نطلع نقول اذا كان الايرور صغير، مش هيك احنا بدنا نحكي؟ اذا الايرور كبير ما بسالش اصلا في الريت، انا عندي مشكله، انا عارف شو بدي اعمل. بس احنا بدنا نعالج هلا حاله اضافيه، بدنا نعمل فاين تيونينج. فشو بنقول؟ بنقول اذا الايرور صغير او يعني الليفل تقريبا مقبول هلا اوكي، لكن وجدت انه هذا عماله بزيد، ايش لازم اعمل بالفالف؟ بدي اسكرها شوي. واذا وجدت انه هذا الليفل اوكي بس الفالف عمالها الليفل عماله بنقص، اذا شو بعمل؟ بفتحها شوي. اذا هدول هم التو رولز اللي بدنا نضيفهم الان، والانبوت جاهز عندنا والممبرشيب فانكشن جاهز عندنا. هلا شو عملنا احنا؟ في عملنا شويه بروسيسنج على الليفل. لاحظوا شو عملنا اول شيء بروسيسنج بالليفل. احنا اصلا شو بدنا؟ الليفل ما بدنا الليفل نفسه، الليفل نفسه عندنا شو بدي؟ الديرفتيف. فبحط دي في على دي تي. ما في اس على فكره، ما في فانكشن اسمها اس. لو فتشت ما في شيء اسمه اس. بس عملنا شيء ثاني، عملنا هون احنا هارد ليمتس. انا هذا ما بدي اياه يكون شيء ضخم جدا، ما بدي فاليو جدا ولا بدي ياثر كثير، بدي اخذ. فعملت له هارد ليمت، عملت له كابينج. هاي لاحظين ايش اسمها الفانكشن هاي؟ زي ساتوريشن او نون لينير. اذا حطينا ليمتس، والليمتس حطيناها بلس 1 وماينس 1، بلس 0.1 وماينس 0.1. فيعني هون الاثر تبعها احنا عمالنا خلص بنقول حتى لو كان عماله بزيد كثير، انا بدي اعملها ليميتيشن بس انها هل هي زيرو ولا بلس 1 او ماينس 1، ودخلناها. فحطينا هون هي الساتوريشن ليميتس، الابر ليميت واللور ليميت. هذا اذا شو يعني هذا البلوك بيعمل؟ لو هذا البلوك داخل له زيرو شو بيطلع؟ لو داخل له 0.05 شو بيطلع؟ و 0.06 بيطلع 0.06. اذا اعطيته 0.1 شو راح يعطيني؟ طب لو اعطيته 10 0.1. اوكي، ونفس الشيء بالماينس، لو اعطيته ماينس 50 شو راح يطلع لي؟ ماينس 0.1. اذا هو نوع من يعني هي من الرسمه هي واضحه، اتس سيلف اكسبلانرتي هي. بس هي هون اذا بدنا نرسمها احنا بايدنا راح تكون هاي لحد ال 0.1 والماينس 0.1 ماينس 0.1، واي شيء اكبر من هيك او اصغر من هيك خلص احنا عملنا ساتوريشن. اوكي، فاحنا بنعمل كابينج، عم ناخذها بس باخذ انا الرينج هذا، اي شيء اكبر من هيك خلص بعتبره اكبر واصغر. بس اعطيت هون لينياريتي في النص. اذا هذه اللي هي اسمه البلوك هذا، خلينا نذكر حالنا شو اسمه. اسمه ساتوريشن. ساتوريشن اوكي، هي الاسم هون، هذا ساتوريشن اسم البلوك حسب ما بطوله من السيمولينج. بس هو انا ايش سميته هون؟ لانه اتس ماتش مور يوسفول اني اسميه شيء له معنى. اذا هي هذا جاهز عندي. هلا ضل كل اللي بدنا نعمله بدنا نضيف الرولز. وين بدنا نروح حتى نضيف الرولز؟ على اف اي اس. بدي بس باي اف اي اس بدي اضيفه؟ تانك 1. هيها تانك 1، ما تلخبطش لما تكون مفتوح عندك انتايتد يكون مفتوح تانك 2. تانك 1، تانك 1. وبس اخلص وين بدي اخزنه؟ احسن شيء خزنه بالفايل عشان يضل لك لبعدين، بس ما بينفع الا لازم تخزنه في الورك سبيس. اذا خلينا نضيف الرولز الان. هلا رح نيجي نعمل اديت رولز. هلا رح نضيف كمان 2 رولز. فرح نقول اف ليفل از اوكي اند، مش هيك؟ اند بدنا نعمل. لاحظوا هون في شيء اور، مزبوط؟ لا في اور، في اذا بدي اعمل اور هي الاور. اوكي، بس احنا رح نعمل اند. هلا اف ليفل از اوكي اند، اذا كانه هذا انكريسينج الريت از انكريسينج، اذا كانه انكريسينج بدي اسكر شوي الفالف، مش هيك؟ اذا كلوز سلو. وهي اد رول. اوكي، هي الرول الرابعه، وانا اعطيتها قوه واحد. بدك انت تعطيها 0.5، هذا بتقدر تعطيها اللي بدك اياه. وبعدين الرول الثاني اف ليفل از اوكي اند ديكريسينج open slow. وهي اد رول. هي صار عندي الخمس رولز جاهزين. هلا راح اعمل كلوز اول شيء هون عشان اخزنها في داخل الجي يو اي، بعدين راح اعملها اكسبورت للفايل وللورك سبيس. نعملها اكسبورت للفايل، احنا سميناها تانك 1 سيف، وبعدين راح نعملها اكسبورت للورك سبيس وهي تانك 1. اوكي، اذا هيك احنا هلا جاهزين، فيش عندنا تاني اشي تاني بدنا نغيره، راح نعمل رن الان.
اوكي. هلا بتلاحظوا هون لسه عم بعمل اوفر شوت مزبوط. خلينا نطلع على ال لا عم بعملش اوفر شوت. شو الغلط اللي عمله؟ خل خف شوي الاوفر شوت فوق مزبوط. لا نفسه نفسه. شو الغلط اللي عندنا؟ ممكن ما عملها ابديت. طيب اوكي. كنا عاملين احنا بوز. طيب نتاكد كل شيء مزبوط هون. احنا كنا حاطين اوكي مزبوط. اوكي بيرفكت. وهيك احنا ايش اثبتنا؟ دمرنا البي اي دي. احنا طبعا عملنا تشيتنج. احنا وي تشيتنج. اوكي انت بامكانك بالبي اي دي تلعب فيه وتظبطه وتظبط الدي وتحسن هذا، بس احنا اتس نايس انه الواحد يعمل كومباريسون. اوكي هاي عندنا هون. خلينا نطلع على هاي. هاي انترستينج لانك انت هلا احنا هون مظبطين الرولز. انت لو بدك تشتغلها بنفسك راح تهلك وانت تظبطها، فهذه بتساعدك كثير لانه هون ممكن تصير تطلع انت فيجوالي. احيانا الفيجوال تولز بتساعدنا كثير نحل مشاكل معينه، فراح نفهم ايش بيصير معنا. فهلا راح تلاحظوا شايفين هاي اللي بالنص عم تعمل فايرنج مرات، هي هالاوبن، وهذا راح يجي من الرول الرابعه والخامسه. هي الرول الرابعه والخامسه، الرول الرابعه والخامسه راح تطلع شيء لاوبن سلو وكلوز سلو من هون. فعم تعطيني هلا في شيء اخير راح افرجيكم اياه مهم انه نطلع عليه، اللي هو اسمه السيرفس.